اهلا اهلا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم وكيف ما العاده جبت لكم قصه جديده، القصه ديال واحد الاخت اللي الصراحه قصه واش من قصه، خليت ليها واحد النصيحه ماشي غير ليها هي، ليكم كاملين كاع. اي وحده كتقبل على راسها انها تعيش في الذل، انها تصبر على شي حاجه اصلا ما خصش الانسان يصبر عليها، هاد القصة ليك. سمعي مزيان واستوعبي، عفاكم بارطاجيو. الرجال الا سمعتوني، انا راه ما كنحرش العيالات عليكم، لا انت الا كنتي خويا راجل، انت اللي كتسمع فيا. الا كنتي راجل وفيك الحس ديال الرجولة، رغم ما غاديش تأذي مرتك، لان هذيك المرأة راها واحد الوقيته عندك كانت امك حتى هي مزوجة بباك، كانوا يوقعوا المشاكل، ما تبغيهاش تعيش ديك المشاكل. كانت اختك كذلك ما غاديش تبغي عليها، هذه مرتك. الرسول صلى الله عليه وسلم اخر حاجه وصى بها هي العيالات، الصلاه وما ملكت ايمانكم. والمراه بالدايره بحال شي قاروره ديال الزاج رفقا بالقوارير. قيل ما القاروره يا رسول الله؟ ما القوارير؟ قال عليه الصلاه والسلام القاروره جمع قوارير، هي قاروره ديال الزجاج سهله الكسر. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المراه بالقاروره ديال الزاج، يعني بالقرعه ديال الزاج، شي حاجه اللي شفافه واللي حاجه سونسيبل يعني حساسه. المهم ما غاديش نطول عليكم، جي موكم منطر الله يعطيكم الخير، وسمعوا لي لهاد القصه كاملين وبارطاجيو للعيالات بحال الاخت. السلام عليكم اختي امينه، كي دايره؟ لاباس عليك؟ اليوم جيت باش نعاود لكم القصه ديالي. انا سميتي حليمه وعندي 25 سنه، عشت وسط عائله عاديه، الحمد لله ما عندناش وما خصناش، ولكن كنا عايشين واحد الحياه اللي زوينه بزاف. حنا جوج ديال البنات وربعه ديال الدراري وكلهم زوجين. في الاول كانوا ساكنين معانا هما وعيالاتهم، وفي الاخر كل واحد سهل عليه الله ودار دارو، وبقينا غير انا واختي الصغيره. كانوا في الشينا والدينا بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. اختي قرات خطات الباك ديالها، دات عاوتاني واحد الدبلوم، اما انا ما كملتش قرايتي، ويلا وصلت التحدي الكاتريام وانا نحبس. ولكن واخا هكداك درت التكوين وخديت جوج ديال الدبلومات. المهم كنا عايشين مزيان، بابا الله يخليه لينا ما كان خصنا حتى شي حاجه، لا الحوايج ولا اللباس ولا المسافره، كلشي متوفر. كان كيقول لينا بنياتي نتوما اللي باقيين صغار لبسوا، اما انا راني كبرت واللي درتها هي هذيك. صافي كبرنا على ديك الحال، وصلت لمرحله ديال المراهقه. صراحه المراهقه ديالي جاتني سهله، ماشي شي حاجه صعيبه، وما كنتش كنخرج نهائيا. الا بغيت نخرج كنخرج مع ماما، وكنضل غير مع التليفون والطبخ. كنت كنطيب، وكان عزيز عليا نطيب، وعزيز عليا نتعلم وندير الحلويات وبزاف ديال الحوايج. الحمد لله ما غاديش نشكر لكم راسي، انا ماشي فائقه الجمال، ولكن انا واحد البنت مقبوله بزاف، واللي شافني كيحماق عليا. واحد النهار بالضبط في 2018، واحد مرات خويا بنت خالتها كان عندها العرس، عرضت علينا كاملين باش نمشيو لعندها، وهي كاينه في واحد المدينه بعيده علينا شويه، والسيد اللي غادي يكون راجلي كاين تما، هو صاحب خمره خويا، وحتى هو كان معروض. خويا كان كيعرفو حيت كيمشي لعند العائله ديال مراتو وكيشوفو بزاف. ما علينا، فاش مشينا لذاك العرس مشى معنا هاد السيد هذا، ركب معنا في الطوموبيل ومشينا. انا ما كنتش كنعرفو حيت كان كيبان ليا كبير عليا، قلت غادي يكون مزوج، يعني ما عمرت به راسي نهائيا. المهم مشينا دوزنا ديك الليله اللي كانت زوينه، هو بقى حاط عليا، واخا انا ما رديتش الصراحه ليه البال، كان حاضيني بالعرس كامل هو كيشوف فيا، ولكن ما هضر معايا ما والو. ما نكذبش على الله، الشكل ديالو عجبني وعجبوني بزاف ديال الحوايج فيه، عجبني الثقل ديالو. حتى ماما قالت لي هذا الولد هذا منين جلسنا هو كيشوف فيك. قالت لي وبنيتي الله يديرو لك في الرزق، والله يا خوتي الا بحال هكذا. قالتها لي الوليده، قلت لها انا ماما نالي الشيطان، السيد غادي يكون مزوج بوليداتو، اصلا باقا صغير على الزواج. المهم فات العرس رجعنا لدارنا عادي، حتى كنتفاجئ بداك السيد صيفط ليا ميساج، واحد البنت كنت معاها في داك العرس، كنا كنتمشاو انا وياها، كنوضو كنجلسو بجوج، وحتى هي بنت خالت مرات خويا، مشا وخدا النمره ديالي من عندها، صيفط ليا قال ليا كي دايره لاباس عليك واش راكي بخير، وسمحي ليا عافاك عندك تمشي تقوليها لخوك، وما تديهاش مني نقلت الصوب باش ما يقولش راني كنهضر مع اختو من ورا ظهرو. قال لي انا خوك عزيز عليا والتعامل ديالو معايا مزيان وكذا وكذا. قلت له ماشي مشكل ياك لاباس،
زعما شو بغيتي مني؟ قال لي انا شفتك في العرس وعجبتيني وما كرهتش نتعرفوا انا وياك. قال لي وعلاش لا نهضر مع اخوك؟ قلت ليه شنو غادي نقول لك، انا ما عنديش مع التفليه، ولا عينك في المعقول مرحبا بك، ولا بغيتي اخويا التفله انا راه ماشي ديال داك الشيء، حيت البلاصه اللي انا فيها الناس ديالها محافظين بزاف. المهم هذيك بقى كيهضر معايا وانا بحال وليت كنميل ليه، عجبني الشكل ديالو الاناقه ديالو، وجاني بحال شارب عقلو. بقينا كنهضروا تقريبا شي شهر ونص. واحد النهار جاو فيا الخطاب، قلتها ليه، قلت ليه راه جاو فيا الخطاب ومازال ما عرفتش شنو غادي ندير معاهم، ما عرفتش الوالد ديالي شنو غايدير معاهم، ولكن راه اي حاجه تقدر توقع. قال لي هو لا حبسي، انا دابا غادي نهضر مع اخوك ونعاود نعيط لك. فين مشى هضر مع خويا، قال لي انا واحد الانسان ما عنديش الوالد، وعايش غير انا وامي في الدار، خواتاتي كلهم مزوجين، خويا مزوج، يعني انا هو المعيل ديال الام ديالي، حيت الوالد ميت والوالده ديالي راه درويشه، وانا راني بغيت نكمل ديالي. مني شفت اختك داك النهار ما كانش كيحسب لي بلي راه اختك، حتى سولت عليها وراه عجبتني، بغيت نتقدم ليها الا كان ممكن. قال لي خويا انا ما عنديش مشكل مرحبا بك، ولكن البنت خاصني ضروري ناخذ الراي ديالها باش نعرف شنو كاين. صافي داكشي اللي كان، جا لعندي خويا هضر معايا، قال ليها شنو كاين شنو كاين، سي محمد راه بغات. درت فراسي ما في خباري والو، قلت لي شكون هذا السي محمد؟ قال لي هذاك اللي كان معنا في العرس، راه شافك وعجبتيه وما كانش عارفك بلي انتي اختي، منين سول عليك وعرفك راه جا تقدم ليك. قال لي من الزربيش هاكي النمره ديالو، هضري معاه وفهمو تيويه الا عجبك وعجبتيه انا ما غادي نزيدكم غير الخير. قلت لي واخا. هضر معايا عاوتاني داك السيد، قال لي واش الامور مزيانه واش فرحتي؟ قلت لي مزيان. ومنين سمعت الخبر قلت لي واه انت شفتي شنو قلت لك؟ قلت لك يا ربي يكون من نصيبك. ايوا ربي استجب للدعوه ديالي. قلت لي هذاك الدري راه زوين وعجبني ودخل ليا لخاطري، هضري انت ويا وتفاهموا ديك الساعه يكون خير. قلت لي واخا. صافي هذيك هضرنا انا وياه، تفاهمنا بلي غادي يجي يخدمني في شهر 4 ديال داك العام. كانت باقي لي شهرين، داك الساعه بدات كتجي لعندي ديك مرت خويا اللي دارهم ساكن حدا هاد السيد، واللي قلت لكم مشينا مجموع، اللي قلت لكم مشينا لمجموع العرس ديالها ديال بنت خالتها. بنت خالتها اه، ولات كتجي وكتقول لي واش تي متاكده باغاه، واش تفهمتي معاه، حيت هي ما بغاتش علاش هذاك السيد جا هضر نيشان مع خويا، هي بغات يقولها لخوها ويتشاور معاها عادي يجي لعند خويا انايا باش ما يخرجش الاسرار ديالهم تما، حيت هو كيف ما قلت لكم جارهم وقريب ليهم وكيعرفهم. داكشي علاش ولات كتجي لعندي وكدير لي التوسويس، كتقول لي راه ما غيصلحش ليك، راه ما غتفهميش انتي وياه، وانتي عايشه في شكل في الشهوة، عايش في شكل ما غاديش تصبري على داكشي. بزاف ديال الهضره، انا ما نكذبش عليكم راسي عمر، واخا كنسمع داكشي ما بغيتش نقول ليه، وكان نسولو كنقول ليها ولد الناس واش عندك شي مشكل مع مرات خويا، كيقول لي لا انا ما عندي معاهم حتى شي مشكل، بالعكس عزازين عليا، كيجي وكيتقدم من عندي حيت هو تاجر. قال لي خوها صاحبي واللي الا وقفوا على شي حاجه كنقضيها ليهم، ما بيناتنا حتى شي مشكل. صافي سكت، درت بحال ما كاينه حتى شي حاجه. كنت كنقول هاد الهضره لماما، كتقول لي راه غير يمكن غاروا منك ولا حسدوك، ما تديهاش يوم، انتي غير كملي مع السيد. ومن بعد مازال الشهر وحنا هكذا كنهضروا، واحد النهار جات لعندي مرت خويا للدار، قالت لي حكا راني مخاصمه مع اخوك وراني بغيت نمشي بحالي وما غاديش ندي الولاد، وعافاك راه خاصني شي لبسه ديال الخروج. قلت لها مرحبا. جبت لها الباليزه، جمعت لها خوتي حوايجي ديال الخروج كامل عطيتهم ليها، قلت لها هاكي وسيري لبسي حتى تجي وجيبيهم ليا. واصلا كنت كنعطي حوايجي زعما عادي، كنت كنعز فيها حتى شي حاجه، وربي شاهد عليا كنت معتبرها بحال اختي الكبيره اللي ما عنديش، الا شي تربيحه كنعطيها ليها، ولا شي تلبسه وجبتها كنعطيها ليها، اي حاجه كانت عندي وجبتها كنعطيها ليها، ما كنت كنعز فيها والو. وليداتها كانوا عزازين عليا بزاف، يعني كنا عايشين معاهم واحد الحياه زوينه بلاصتها بلا مشاكل. ما علينا، جمعت حوايجي داتهم ركبات وصلت للبلاصه فين كاينه عائلتها. الغد في العشيه كنا كنهضروا انا وخطيبي في التليفون عادي، هو في المحل ديالو كيبيع ويشري، قطعت انا وياه شويه هو يعاود يصوني عليا، قال لي خليك كتسمعي وما تهضريش. تخيلوا شكون اللي غادي تجي لعندو خوتي. جات لعندو مرات خويا واختها وامها، قلت مع راسي عود بالله مش تنراجم، شنو واقع؟ ياك ما وقع شي حاجه، ياك ما هادو مخاصمين ولا شي حاجه. المهم سكت، بقيت كنتصنت وانا نسمع مرات خويا كتقول ليه واش نتايا ما لقيتي ما تختار غير اللي بانت ليك. انا اختي بحال نبهني سيدي ربي، دار التليفون ديال ماما كيسجل،
بحال شي حد كلينو دي سجلي. قسما بالله الا سيدي ربي نباني، بقيت كنسجل داك الشيء وانا نسمع فيها كتقول لي واش انت ما لقيتي ما تاخذ، واش مدينتنا عامره بالبنات وانت بانت ليك غير هذيك، واش عينيك عمى وراه ما تصلحش ليك وما عندك ما دير بها، خليتي البنات ديال مدينتك، خليتي الزين، خليتي لاطاي، وبانت ليك غير هي، راه ما عندك ما دير بها، وما قلتي لينا والو، درتي داكشي اللي في راسك وما علمتيناش كذا وكذا وكذا. بقيت انا كنتسنط، ما هزتنيش الدنيا، بقى فيا الحال بزاف، حيت كنت كنحس بها اختي وما ظنيتهاش تجيني منهم والله العظيم، حيت كانت اختي ماشي مرت خويا، كنا كنتعاودو انا وياها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج دازو بيناتنا، راه العشرة ديال 12 سنة. المهم سجلت داكشي خليتها حتى سالات على خاطر خاطرها، قطعت ماما ما كانتش في الدار، كنت غير بوحدي، حتى جات ولقاتني غير كنبكي في واحد الحالة ما تبغيهاش لعدوك. قلت لها اجا ماما تسمعي، قالت لي شنو غادي نسمع في تليفوني، قلت لها غير اجي اجي تسمعي. بقات كتسمع تسمع، قالت لي شكون هادي واش مرت خوك فلانة، قلت لي اه هي، قالت لي نوضي دابا نمشي لعند خوك وسمعي له هادشي. الاول انا ما بغيتش نمشي ولكن حلفات لي حتى نمشي، فعلا مشيت معها لعند خويا، دقينا عليه حلينا الباب، شافو شي ماشي هو هذا، قال لي مالك ياك لاباس، قلت لي ما مالي والو، قلت له دخلت عليك غير بالله، واش انا عمرني وصلتكم شي عيب، واش انا عمرني ضربت مراتك وضريتها، واش انا عمرني درت ليها شي حاجه، وحتى دارهم اخوتي ما كنمشيش لعندهم، بس زعما ما نكسرش عليهم داك الواقع، ما كنبغيش نمشي لعندهم، حتى كيجيو كيبقاو يحزروني ويقولوا لي علاش ما كتجيش، واش هذيك ماشي دار خوك وكذا وهذه. انا ما كنتش كنمشي غير من باب الاحترام وصافي، كنبغي زعما نخليها مرتاحه في دارها، وما عمرني اديتها ولا هضرت فيها. المهم قلت لخويا مراتك راه هضرت فيا، واشنو قالت واشنو قالت، ما سمعتوش الاوديو، قلت بلاتي حيت بطبيعه الحال ما غاديش يجي من اختو ويخلي مرتو. فعلا قال لي مرتي قالت فيك هادشي، قلت لي اه مرتك قالت هادشي، دابا غادي قال لي هو دابا غادي نعيط ليها، عيط ليها قال ليها واش داكشي اللي قالت لي حليمه بصح، قالت ليه هي شنو قالت لك، قال لي واش انت مشيتي لعند خطيبه بقيتي كتهضري فيها، قلت له لا والله ما كاين هادشي، وانا ما بيني وبينها حتى شي حاجه، علاش غادي نهضر فيها، قال ليها شوفي الا كان هادشي اللي قالت لي اختي بصح غادي تجلسي انت ولادك دار ربك بلا ما ترجعي لعندي، غير بقيت تما. قطع من عندها هي، عيط للسيد اللي باغي يخطبني، قال لي واش هادشي اللي قالت اختي بصح، قال لي هو شنو قالت لك اختك. فهاد اللحظه هادي فاش كان كيهضر هو خويا في التليفون، نات مرت خويا هي وختها وامها في النص سد لي شدوا طاكسي وغاديين كيقلبوا عليه المدينه كامله باش يقولوا لي علاش تقول لي هذاكشي، واش بغيتي تخرجي عليها، واش بغيتي تطلقها من راجلها وكذا وهادي. وفاش سولو خويا قال له ودي غير نعس الشيطان، راه غير وقع واحد سوء تفاهم، ما بغاش يقول لي راه بصح، قال له ديك الهضره قطع عليه. بقى خويا كيصوني عليه كيصوني عليه حتى عاود جاوب، عاود سولو قال له قول لي واش داكشي اللي قالت لي اختي بصح، راه غادي نجي لعندك وغادي نريب عليك داك المحل، راه ما نعقلش عليك. تخيلوا خوتي شنو قال لي، قال لي انا ما قلت لاختك والو وما هضرتش معها اصلا، ومرتك ما قالت لي حتى شي حاجه، راه غير اختك الله يهديها بقات تجبد المشاكل وصافي، يعني خوتي بغى يقلب لي كلشي على داري. فاش شفت انا خويا بحال ما غاديش يثق بيا جبد داك التسجيل، سمعت له الهضره مزيان. ديك الساعه خويا ملي سمع كلشي عيط لذاك السيد شبع فيه سب، قال لي اختي هي اللي ما تعاودش الدور بيها، واختي هي اللي ما عمرها تقول لك مرا، ما عمرك تقول ليها راجل، واخا تنطبق السما مع الارض. انا يا خوتي بقى فيا الحال بزاف، حيت جا مع بنات مدينتو وبنات جيرانو ونصفهم وانا خلاني، وقال لي حقا انا غير ما بغيتش نجبد المرات فوق الصداق الصداق، ما بغيتش نجري ليها في الطلاق، ما بغيتش نكون انا هو السبب في الطلاق ديالها، قال لي اللهم ما تجي فيا انا وما تجيش فيها هي، صدقت اخوتي جات فيا انا، اما هي شحال ما بقات راه تصلحت مع راجلها، وهنا تخلق لينا مشكل في الدار. خوتي ملي سمعوا داك الشيء ما بقاوش كيحملوها، تخاصموا معاها وما بقاش كيعطيوها كيف ما كيقول لك الوجه، يعني تكهربت تكهربت العلاقه ما بيناتنا وبزاف ماشي غير شويه. قطعت مع داك السيد قلت ليه ما صدقتيش راجل، وهذه اخر مره تعاود تهضر معايا ولا تقرب لجهتي، بلوكيتو من عندي صافي. كيف ما قلت لكم درت التكوين، غدي الدبلوم ديال الفندقه، دوزت البيرمي، شغلت راسي. من بعد ما دازت اكثر من عامين مورا داك الشيء بالضبط في الصيف ديال 2020، السيد ولا كيحاول يتصل بيا، انا ما بغيتش نجاوبو، كنقولها لماما كنقول ليها راه كيعيط عليا، فين ما كنجاوب شي ما غير كنسمع صوتو كنقطع عليه صافي، ما بقيتش كنحملو، ما نكذبش عليكم كرهتو. من بعد داز واحد المده، واحد النهار ويصوني عليا، انا ما كنتش في المدينه اللي انا ساكنه فيها، كنا مشينا للرباط، كنا غادي ندوزو تما رمضان، مورا العيد كان خويا عنده العرس في طنجه،
وكنا غادي ندوزو رمضان ونمشيو نحضرو في العرس. ديك الوقيته فاش كنا في الرباط بدا السيد كيعيط ليا كيصيفط ليا بواحد البوست في الفيسبوك، يعني السيد ما خلا ما دار. هضرت معاه ويا ريتني ما هضرتش معاه، ويا ريت كون وقعت ليا شي حاجه ما جاوبتوش. فاش هضرت معاه لقيت السيد ولا سمن على العسل، وما بقاش داك السيد اللي كنت كنعرف، ولا عطيني واحد الوقت وكيطلبني وكيرغبني باش نهضر معاه، وخاصو غير شنو يدير باش انا نقبل نهضر معاه. وقال لي والله حتى باغيك وباغي نكمل معاك حياتي، و رسم لي اخواتي واحد الحياه اللي ورديه. ما بقيتش عرفت كيفاش غادي ندير نقول لماما باللي راني وليت كنهضر معاه، وليت كنهضر معاه بالتخبيعيه. نكتبش عليكم بدا كيحيف لي داك الاحساس ديال شحال هادي، ما عرفتش واش كنت كنعاني داك الساعه من الفراغ وجاوه في ديك اللحظه ولا ما عرفتش شنو وقع ليا. بدا هو كيقول لي راه عايش غير انا وامي وراه هادي، وراني خدام خدمتي زوينه، وراني شريت الارض ديالي وغادي نبنيها وغادي نسكنو غير انا وياك، غادي نشدو الفوق ونعيطو نعطيو لامي لتحت. بزاف ديال الهضره حتى ولا عقلي غير معاه، وكان كيشد معايا الهضره من الصباح حتى الليل، ودار لي واحد الخطر ما نقولكمش عليه. واخا انا تعصب كنت خايفه، وبقى معايا هذاك هكاك واحد 6 شهور وانا كنهضر معاه بالتخبيعيه، حتى دخلني مزيان ولقاني وليت باغا وكنهضر معاه وكنميل ليه، ولا كيزيرني باش نقول لدارنا صافي راه غادي يجي يخطبني. والعلاقه ديالي انا وخويا ما بقاتش هي هذيك، توترات. واخا كنا كنهضروا مره ولكن ما بقاتش علاقتنا زوينه، حيت ما كنهضرش مع مراتو. واحد النهار هذاك السيد قال لي انا راني باغي نتزوج بك، ما بقيتش باغي مازال نضيع الوقت. واخا خوتي كنا ما خدانيش، كان غادي تسطا كان غادي يحمق لدرجه كنت كنحط التليفون كيبقى يصوني الليل كامل، حتى كنجاوبو عاد كينعس. المهم انا ما قدرتش نهضر مع ماما، كنت كنلوح لي هذيك الهضره ديال راه مازال كيصيفط ليا وراه مازال كيصوني ليا وانا ما كنبغيش نجاوبو. كتقولي ما عندك ما ديري به، اللي باعك مره غادي يبيعك شحال من مره. مشي ليكم اخوتي، انا وليت كنبغي وتعلقت به بزاف. مشينا حضرنا العرس ديال خويا، فاش رجعنا هضرت معاه قلت ليه انا راني ما قدرتش نهضر مع ماما ونقول ليها راه فلان هاشنو كون غير كان شي واحد اخر غادي نقولها ليها، ولكن راني ما قديتش نقولها ليها، ما قديت نقول والو. قال لي واخا انا غادي نعيط لخوك الاخر راني كنعرفو وكنتفاهم انا وياه، وغادي نعاود ليه شنو كاين وغادي يفهمني. قلت ليه ودير اللي بغيتي. مشى صيفط لخويا في الفيسبوك، خدم من عنده النمره، هضر معاه قال لي انا راني باغي اختك، شوف شحال من عام هذه ما عمرني نسيتها. كنبقى داك سوء التفاهم، والله يهدي مرت خوك راني غير ما بغيتش نجري ليها في الطلاق ديالها وصافي، وقلت من الاحسن نخلي حتى من بعد ونكمل مع اختك. المهم بقى عليه بالهضره، قال لي انا راني ساكن غير بوحدي، خوتي كلهم مزوجين، يعني ما كاينش اللي غادي يدير ليا المشاكل، وغادي تعيش معايا اختك مرتاحه، وراني قريب نبني الدار ديالي وغادي نعيشو انا وياها بخير وعلى خير. ديك الساعه خويا بحال شفق عليه وقال لي منين هاد الاعوام كامله وانت كتسناها وجيتي هضرتي مع راجل معايا راجل لراجل مرحبا، حيت خويا ما في خبروش بلي راه كيهضر معايا انا في التليفون. وقال لي انا غادي نتشاور معاهم ونرد عليك. داكشي اللي كان جا خويا هضر مع ماما قالت ليه شنو غادي نقول لك اولدي، اللي دارها مره راه يديرها 100 مره، وانا خاطري هرب ليا منه منين وقع داك المشكل. بقى شحال وخويا كيقنع في ماما، جا هضر معايا شافني بحال باغا، اصلا هاد خويا كنتفاهمو انا وياه بزاف. بقى كيهضر مع ماما وكيحاول يقنعها وكيقول ليها غير خليه يجي بعدا وتشوفيه ويشوف ديك الساعه، الا ما تفهمتوش الله يعاونو. صافي ماما ما بغاتش تعطيه الجواب، حتى دازت شهرين تقريبا عاد عاود داك السيد هضر مع خويا وعاد عطاتهم ماما الجواب، قالت ليه قولي النهار الفلاني مرحبا بك. ايوا السيد فرح بزاف وما قدرت فرحه، بدا كيوجد ما خلا ما دار. منين وصل داك النهار جا وجاب الام ديالو وصاحبو، ما جاب معاه لا خوه لا والو، هضر مع الوالد ديالي. الصراحه بابا تردد، شرط عليه من الاول قال لي انا بنتي الدار فاش كيكونوا الويسات ما غتسكنش فيها، ولا سكن انت امك مرحبا، امك عاد غير حيت ما كاينش الاب ديالك وما كاينش من تخليها، حنا ماشي يهود مرحبا، ولكن البنات ما تسكنش معاهم بنتي. بابا قال لي هادشي حيت انا كنت عارفه بلي عنده واحد اختو ديما جايه غضبانه بولادها ما كتجلسش في دارها، ما رجعتش لراجلها حتى بغى يجي هو لعندنا. داكشي علاش قال لي بابا هكاك، وقال لي داك السيد لا عمي انا راني ساكن غير انا وامي، ونفس الهضره هي اللي قال لامو، قالت امو قالتها لماما، قالت لي انا ساكنه غير انا وولدي، ما كاين اللي خسر ليها الخاطر، دير اللي بغات وكذا وهادي. المهم ديك الهضره دوك بنادم علينا، حددنا النهار ديال العقد، مشاو هضر معايا قال لي شوفي غير غادي نديرو العقد غادي نديك معايا، ما غاديش نقدر نصبر عام، غادي نديرو ضريب صداق والعرس في خطره وغادي نديك معايا، يعني المده ديال 3 شهور ما بين فاش جا وفاش غادي يرجع نديرو العرس. قلت لي انا غادي نتشاور مع دارنا ونرد عليك.
داكشي اللي كانت شاور مع ماما قالت ليا ما فيها بس الا عقد عليك ما غتقدري تقولي له حتى شي حاجه، راه خاصك تمشي لدار، اللهم تمشي معززه مكرمه ولا تمشي بلا عرس بلا والو. صافي تفاهمنا اتفقنا على كل شيء، جا في العرس جاب مو خواتاتو وعائلتو كبروا بيا، جابوا لي الداز ديالي ما خصني حتى شي حاجه الصراحه، عطاني صداقي زوين، هادشي كله ما غاديش نكرو. درنا العرس ديالنا في الاول مع العرس وداكشي بانت ليا الدار ما كتخواش، هو عنده ثلاثه ديال خواتاتو كيف قلت لكم كلهم مزوجين، وحده ما عندهاش الولاد، الثانيه عندها ولد، والثالثه اللي كاينه في نفس المدينه اللي فيها هما عندها جوج ولاد، وكانت حامله بالبنت. ديك الساعه شفت الدار ما كتخواش، واحد السيده من عائلتهم جات تجلس عندنا 3 شهور، تصوروا معايا كنخرج كنلقاهم حاطين الطبله وكيفطروا قدام بيت نعاسي. ايوا تخيلوا معايا هذا الموقف، هذا منين انا نجي خارجه ندوش ولا نغسل وجهي ولا ندير شي حاجه كنلقى العائله الماسونه ديالو حاطه الطبله وكتفطر قدام بيت الناس، كيفاش انا غادي ندير وكيفاش غادي يكون الاحساس ديالكم؟ قلت ماشي مشكل، يمكن غير الايام الاولى ديال العرس وصافي، وراه عادي يبقى الناس معاهم شي حاجه وراه دابا يمشيو بحالاتهم. اختي اللي عندها ولد كانت جات من واحد البلاصه بعيده، صدقت جلست معنا شهرين، واخا الصراحه فاش جيت في الاول داني راجل دوزت 3 ايام ديال شهر 10 في طنجه، دوزنا ديك الايامات زوينين. رجعنا وتما غادي يبداو تبدا المعاناه ديالي. في الاول قلت لكم اختو جلست معنا شهرين عاد مشات، واحد السيده كتجيو من العائله والله العظيم الا 3 شهور هي جالسه، الا مشات كتمشي الا عند اختها سيمانه وكتعاود ترجع، حيت مرا كبيره وما متزوجاش. اختو اللي عندها وليداتها وحامله ساكنه معنا في نفس المدينه، كتبقى النهار كامل حيت ولادها كتقري في واحد المدرسه قريبه لينا باش تضمن الغداء والعشاء والجلوس ديال النهار كامل، من 8 ديال الصباح وهي في الدار ما كتمشي حتى الليل، بعض المرات كتبات، الا مشات النهار كتبات يومين. يوم كنمشي ليكم داكشي ولا كيضايقني بزاف، وليت كنحس براسي محاصره ما قاده ندير والو، صافي وليت كنحس براسي مخنوقه. قلت ماشي مشكل، بديت كنحاول ننسى وكنقول هادشي غادي يفوت، راه ما غيبقاوش عايشين معايا ديما. والله يا خوتي الا كتمشي وحده وكتجي الاخرى كترون بلاصي اختها، عام ونص وانا مزوجه بهذا الراجل ما عمرني ما جلست معاه في راحتنا. الا جيت نحسب ليكم ثلاثه ديال المرات اللي جلست انا وياه في الدار بوحدنا، 3 ايام بالحساب اللي جلست انا وراجلي الراس في الراس، وحتى فاش امو كتبغي تمشي لعند خوتها ولا لعند خواتاتها كتمشي في العشيه كتصيفط بنتها مع 7 ديال الصباح من عندها، يعني عندها الدوبل ديال السوارت كتجي كتحل الباب حتى كنلقاها في الدار. داكشي ما بقاش عاجبني، هم عاجبهم الحال حيت انا ساكنه، انا كنت كنقول زعما انا عاد جيت جديده ما كاين لاش ندير المشاكل، غادي غير يقولوا هذه جايه بعجاجتها. بقيت كنسكت كنسكت حتى ما بقيتش قادره. الحاجه اللي كانت مصبراني هي ان اختو واخا كتجي وكتبقى النهار كامل في الليل كتمشي، يعني بعدا في الليل كنبقاو انا وراجلي واخا كاينه امو، ولكن ما نكذبش عليكم انا فاش كنت في دارنا ما كنتش يعني ما كانش عندنا الضجيج ديال الدراري الصغار، واخا انا ما عنديش فيهم مشكل عزازين عليا الوليدات الصغار، ولكن ما كانش الصداع والروينه والهرج والزديح وكل شيء عامر، الطواليت عامره الكوزينه عامره غير بيت الناس اللي ما وصلوش ليه، ولكن راه ملي كنفيق كنلقاهم جالسين مقابلين مع الباب حتى كشفوا عليا العارض. خوهم مراتو حتى هو فوقاش ما قالها ليه راسو كيهز ولادو مراتو كيجي، يعني ولينا عايشين واحد العيشه بحال رحنا في شي سويقه، غير اللي قالها ليه مخو كيهز راسو يجي. عرفتي فاش كيجيو خواتاتو كيوقعو بيني وبينو المشاكل وما كيبقاش كيشوف فيا، ما عرفتش واش كيحس بالرجوله قدام خواتاتو ولا ما فهمتش انا شنو كيوقع ليه. واحد الحاجه لاحظتها فيه هي انه بخيل وعندو حياته كامله فيها غير الخدمه الخدمه الخدمه، تخيلوا معايا كيخدم في السبت والحد ما كيجلش، كيجيبو غير الليل ولا الغدا بالنهار، ما عندوش نهائي الوقت ليا زعما يديني يخرجني نفوج نضرو انا وياه. منين جيت هو قطع عليا الخروج، مو ما بغاتنيش نهضر حتى مع شي واحد من العائله، ما نهضر لا مع مرات لوسي ولا مع الجيران ولا مع حتى واحد، قاطعين عليا الناس كاملين، خاصني ما نهضر مع حد ما نتعرف مع حد ما حتى شي حاجه باش الاسرار ديالهم ما يوصلونيش، حتى وليت كنحس بالخنقه. بدينا كنجبدو انا وراجلي الصداع، علاش؟ حيت حتى انا من حقي نخرج، من حقي نسافر، من حقي ندير الداريه نهار في السيمانه ديالي، من حقي بزاف ديال الحوايج، ما غاديش نكذب عليكم، داكشي اللي كان كيخصني كامرا وكاع الاحتياجات ديالي ما مخصصني حتى شي حاجه، اي حاجه بغيتها كيحضرها ليا، ولكن المراه ديما كتحتاج يكون عندها فليسات تجيبها، ماشي داكشي اللي بغيتو ضروري خاص هو اللي يجيبو، لا، ضروري خاصني شي حاجه انا تكون عندي فليسات تجيبي باش نجيبها، وضروري غادي نبغي نخرج سواء مع مو ولا مع اختو، حيت اصلا فاش كنبغي نخرج ما كنخرجش معاه، هو كيصيفط معايا مو ولا اختو هما اللي كيخرجوني، بحال هما اللي مزوجين بيا. فاش كنبغي ناخذ من عنده الفلوس خاصو يعرف علاش وكيفاش وعلاش بغيتهم، فاش كنرجع كيقول لي شنو شريتي بيهم، انا ما مولفاش بهذا الشيء،
فاش كنت بنت كنت موالفه ديما الفلوس في يدي، ما مخصوصه حتى شي حاجه، ديما الطب ديال الحوايج عندي، يعني حتى حاجه ما خصاني. ما علينا، واحد النهار ديك اختو اللي كانت حامله جات، واصلا الحمله ديالها كانت دوزتها عندها عندنا، جات ولدت عند امها هنا في الدار، دوزت هنا 40 يوم انا مقبلها وديرها بحال اختي، ما خليتها ناقصه حتى شي حاجه، كنطيب ونعطيها، كنقول النفيسه والمحمه راه فيهم الاجر، ولكن داكشي اللي كنت كندير انا هما حسبوا خوف داز عام كامل على زواجنا. ما عمرني ما مشيت لدارنا، ما عمر شي حد مع عائلتي ما جا عندي، والنهار اللي غادي تجي عندي ماما نات اختو هزت حوايجها وولادها ومشات لعند راجلها، حيت كيف ما قلت لكم كانت كتضل عندنا، كتمشي لدارها غير كتبات، زعما انا راني في دار راجلي ما جالساش عند امي، خاصه ملي جات ماما ما بغاتش تبين قدامها بلي كتضل عندنا، ولكن ماما لاحظت وعرفت بلي الامور ماشي هي هذيك، حيت شافت بزاف ديال الحوايج بعينيها، شافت الحياه اللي كنت فيها والحياه اللي وليت فيها. كذبش عليكم، جيت فنه وغليظه تبارك الله، وازنه وعطيه العين دباليت، والله يا خوتي الا كان فيا 86 كيلو ودابا فيا 70 كيلو، نقص غير بالفقاس والمشاكل. في الاول واخا كانوا كيوقعوا بيناتنا مشاكل ونزاعات كنت كنقول ماشي مشكل، حيت راه راجلي وخاصني نصبر، وراه ما بقى عندي ما ندير، ولكن بداو كيوقعوا المشاكل، مشاكل بزاف ماشي غير شويه. فاش ديك اختو اللي بولادها دابس مع راجلها وجري عليها قال ليها انا ما بقى عندي ما ندير بك، وانتي ما محسوباش عليا مراه، غادي تهزي حوايجك وتهزي ولادك تمشي لداركم، ولا غادي ندير فيك شي كارثه. قال ليها كتجيني غير من الليل لليل، المراه اللي ما كتقدرش تهضرها ما عندي ما ندير بها. ايوا هي مع موالفه مع داكشي سنين، وهي كدابز معاه وكترجع لعندو، كتحمل وتولد ودابز معاه عاوتاني، جاتها من الجنه والناس. ايوا هزت حوايجها وجات لعندنا للدار. في الاول بدات كتصبحت وكتقول لي لا راه غادي نقلب على خدمه وغادي نمشي نكري، وشكون اللي غادي يكري ليها؟ اخوتي في نظركم خوها هو اللي خوها اللي هو راجلي هو اللي غادي يكري ليها، هو اللي غادي يتكلف بجميع داكشي اللي باغيه هي والمصاريف ديال ولادها وقريتهم وكسوتهم وكلشي، حيت هما خايفين من راجلها ما يقدروش يديروا معاه شي حل. المهم جات بداو المشاكل، بدا الصداع، بدا القاصح بيني وبين راجلي، بدينا كندابزو انا وياه، كنوصلوا للسما حيت وليت كنشوف شي حوايج ما عجبونيش. سيده غير دوزت سيمانه شافت خوها كيتعامل معاها مزيان كيكسي ليها ولادها، ما بقاتش باغا تقلب لا على خدمه ولا على كرا، طلعت حوايجها دارتهم في واحد البيت في السطح صافي، ولات عايشه معنا، يعني عادت حليمه لعادتها القديمه كيف ما كيقولوا، بحال ديك الرجعه اللي كانت رجعت لراجلها، يمكن كانوا دايرينها غير سبه. حتى جيت انا وضمنوني وعاودت رجعت كالاول، وليت انا كنحس بالضيق، وليت كندخل اخوتي للكوزينه كنلقاها كطيب كتسابق معايا على الفطور اللي غادي ندير لراجلي، وليت شحال من حاجه كنبغي نديرها كنلقاها دارت هي داكشي اللي قال ليها راسها، ماشي شغلها هي كاع نكون انا باغا داكشي ما باغاش، المهم هو تاكل هي وتوكل ولادها، هما ما عندهمش المشكل. حتى العدوزه اللي ما كانوش عندي معاها المشاكل وكانت كديري بحساب وجه والديا، مني جات بنتها للدار تفرعنات. انا في الاول قلت ماشي مشكل راه غادي يكريو السيده وغادي تمشي، وحتى خوتو خوتي كانوا كيهضروا مع راجلي ما عجبهمش الحال، قالوا لي ماشي هادشي اللي درنا معاك النهار الاول، وعاد بابا هادشي كله ما في خباروش، حيت بابا ما غاديش يقدر يصبر على داكشي. هذاك خويا اللي مرتو كان وقع ليا معاها مشكل، هاد الزواج ديالي تسبب ليا في الانقطاع معاه نهائيا، ما حضرش في عرسي، قال لي انا الا جيت غادي نفوت فيه شي ضربه، وقال لي شحال من مره هذاك السيد راه ما يصلحش لك وغادي يوقعوا لك المشاكل معاه، وراه غادي ترجعي الى هضرتي. فعلا هضرتو كامله وقفت عليها. ما علينا، راجلي فاش كيهضروا مع عائلتي كيقول لهم راه غير مساله وقت وخاصها تصبر عليا، وراني حقه باغي نكري لختي غير شي بلاصه قريبه بشي ثمن مناسب اللي نقدر نخلصوا ليها، وكلنا ماشي يعني قلنا حنا ماشي مشكل. منين قرب رمضان هذا اللي داز جات اختو الاخرى اللي مزوجه ما عندهاش الاولاد، بقى ليها شي مشكل في الخدمه تهرست وهي تجي لعندنا، وهي كيف ما قلت لكم ساكنه غير في واحد المدينه قريبه لينا، وساكنه غير هي وراجلها بوحدهم في الدار، ماشي تعيط لما تقول لها اجي قابليني، ولا تعيط لختها تقول لها اجي لعندي لداري قابليني، لا سيد السيده هزت حوايجها وجات للدار، زادت هادي على الاخرى. ايوا اختكم معلم بها غير سيد ربي، غادي نحمق وغادي نطرطق صافي، وليت كنحس براسي ضيفه بحالي غير دايرين شي وحده دايرين فيها الخير ومسكنيني معاهم وصافي، والراجل ما كاينش في هذا العالم ما مسوقش. منين نهضر ليه على مو ولا على خواتاتو هذاك هو النهار الكحل عندي. المهم جات هذيك اختو للدار، هدرت انا مع راجلي قلت ليه انا هادشي ما بقاش عجبني، الا غادي دير ليا شي حل تبارك الله ما غاديش دير ليا حل، داكشي اللي لقانا غادي يفرقنا. قال لي لا انا ما بغيتش نتفارق معاك، واختي غادي تمشي بحالاتها
وهذه اللي مهرسه حتى هي غادي تدوز رمضان وتبرات بشي. هما خوتي ولاو كيديروا لي المشاكل ولاو كيعمروا عليا العكوزه، مع دور كيقولوا لها اللوسه سوسه، ولاو كيعمروا عليا امهم، ولات ما كتخلينيش نقضي شغلي في خاطري، ولاو كيدخلوا معايا حتى في ثيابي، وليت الماكله اللي طيبتها انا ما كياكلوهاش. هاد رمضان كامل داكشي اللي كنطيب ما هي كياكلوش، كيطيبوا ماكله اخرى بحال اخوهم خدام في الوزاره، كيبقى داكشي اللي طيبت انا حتى كيتترمى. صافي ولاو دايرين عليا النقابه في الدار، كيصبحوا الصبح حتى وحده ما كتهضر معايا. داكشي ما بقيتش قادره عليه، وحتى الشغل ما كنبغيش ندير اكثر من الجهد ديالي، كنقضي داكشي اللي انا قد عليه، ماكله راجلي فراشو، يعني داكشي اللي واجب عليا صافي هو اللي كنديرو، شي حاجه اخرى ماشي واجبه عليا ما كنديرهاش. مني جاو خواتاتو وانا كنخلي ليهم شغلهم، اللي عندها الاولاد كتجمع الروينه ديال ولادها، انا ما غاديش نخدم على ولادهم. واحد النهار جا لوسي ومراتو، انا كنت طالعه السطح حتى كنسمع بوسي كتقول لمرات لوسي والله هذه ما تبقى، والله ما تطول، ما كتبغيش تجمع ليا وما كتبغيش تجمع الويساتا وما كتبغيش دير ما كتبغيش تفعل، والله ما تبقى في هاد الدار، والله ما تطول فيها، الا بقات هنا انا هانتي. وحتى مرت لوسي كان وقع ليها المشاكل معها، كانت مسكينه حامله ومشات بغات تزوج ليها الراجل، وبزاف ديال المشاكل، وصلوا حتى للبوليس، يعني حتى هي كانت مدوزاها عليها. هاد لوسي هذا راه كان واخد 6 ديال العيالات كلهم سببهم امو، داكشي علاش انا كيحاولوا يدخلوا بيني وبين كيحاولوا يدخلوا بيني وبين الناس باش ما نتجمعش معاهم وما يعاودوش ليا هاد الشيء. المهم سمعتها كتقول ليها والله ما غادي تبقى في هاد الدار، اخرتها غادي تهز حوايجها وغتمشي، وتعيا الدار كيف ما طاروا الاولين ومشاو، حتى هي غادي توصلك خبارها. انا ملي سمعت داكشي سكت حتى جا راجلي، وانا نقول ليها شنو كاين شنو كاين، ودابا غدير ليا حل ولا نمشي بحالي. شنو دار هو؟ مشى جاب مو دخلها لعندي، السيدة شنو دارت؟ حق الله اخوتي لا فاتحة القرآن كتحلف، ما قالت هي ديك الهضرة، يعني كتحلف على الكذوب. صافي انا ما كنمشي عليكم، جلت وما بقيتش كنشوف قدامي، بقيت كنقول ليها واش هادشي اللي عطاكم الله كامل ما بغيتيش تحمدي الله؟ واش انت مريضة؟ انت راه خاصك الطبيب تمشي تداوي. قلت ليها راه ربي ما غيقبلش ليك هذيك الصلاة النهار كامل وانت تخبطي راسك مع الأرض، واتقي الله بنات عباد الله. قلت ليها بنتك مهرسه، الاخرى لايحه الراجل، ها ولدك معطوب، ها بزاف ديال المشاكل واقعين لك، هادشي كله ما كفاكش، هادشي كله مازال زايده كديري المشاكل لعباد الله، وكتدخلي بيني وبين راجلي. هادشي خوتي قلتو قدام راجلي، حيت صافي ما بقيتش كنشعر براسي، لانه وصلنا لواحد الدرجه السيده كتحلف على الكذوب. تخيلوا معايا راجل ما قدر يدير حتى شي رده الفعل، والله ما قدر يهضر، واصلا هو ما كيقدرش يهضر قدام خواتاتو امو. هي ملي شافته ما كيهضرش ولات كتزيد تمادى عليا، كنكون في الكوزينه كتجي كتدفعني ما كتهضرش معايا، كتبقى تهضر فيا وانا كنسمع بزاف ديال الحوايج، وانا عطانيش الله معهم الوليدات. فاش كنمشي لعند الطب كيقول لي عندك تكيس المبايض، وهو عنده نقص في الحيوانات المنويه. المهم عام ونص دابا ديال الزواج ما جابش الله، ولا من عند الله مرحبا بها، ما عندنا ما نديرو دابا. ما حد ما دارت الولاد مو شاده معايا الضد، وخاصني نخوي، باغاني نمشي بحالي باي طريقه، ما خلات ما دارت، ولا صغير كيمشي للخدمه كتعيط ليه وكتقول ليه مرتك هضرت فينا، وكيجي لعندي مقلوب، ما كيحاولش حتى يحكم بالحق، كيقلب عليا كلشي، انت اللي ما مزياناش، وانت اللي كتدوي فيهم، وانت كتناقري معايا، انا راجلك فين عاد امي، حيت اخوتي شافني ذاك النهار هضرت معاها قاصح وقدامه، دابا كيقول لي انت عيرتي قدامي وانت كذا وانت كذا. نط عاوتاني اختو عيطت ليه قالت ليه راه هضرت فينا، وعاوتاني نفس المشكل، كيجي كيقطعني حتى في المعاشره الزوجيه، كيخليني بالشهر 15 يوم، يعني ما حدني انا مخاصمه مع عائلته، فهو ما كيقربش لجهتي، وما كيحاديش فيا، وما كيهضرش معايا، بحال العلاقه ديالي معاهم مترابطه، خاصي ضروري نكون معاهم زوين، الا بغيت راجلي يكون معايا زوين، اما الا قلتو اختك ولا كذا، كيتقلب عليا. يعني واحد الحاله ولا فيها ما بقاش داك السيد اللي كنت كنعرفو في الاول، بحال هزيتي واحد وحطيتي واحد اخر، فينا هو السيد اللي كان بشخصيته بكرامته والو، لقيت السيد ما عنده حتى شي شخصيه، هو ذاته حيت كبارين عليه كيخاف منهم وكيخاف من امه، ما كيقدرش يرد عليها ولا يقول ليها لا راه مراتي نهائيا، ما كيقدر يدير والو. دابا انا ما بقيتش عارف شنو غادي ندير، وصلت لنقطه النهايه، وليت كنمرض، ولاو كيجيوني الاعصاب، وليت كنكون ناعس حتى كنحس بدقه القلب ديالي كينقصو، واحد الحاله وليت فيها ما نقولش ليكم، جاتني في صحتي بزاف. بالنسبه لاختو اللي كانت مهرسه هزت حوايجها ومشات بحالاتها، ولكن مازال كتجي يوميا، هادي اللي بولادها مازال ما قادر يدير معاها حتى شي حاجه، وما غاديش يكري ليها غير قالوا هذيك الهضره وصافي، بحال حطني امام الامر الواقع خاصني نتقبلها باي طريقه، وانا ما قدرتش نتقبلها.
حيت وليت فاش كنبغي نطيب شي حاجه لراجلي كتقول لي اقول سي لا ما تطيبيش، كطيب لاخته كياكلو هو وياها بحال مزوج باخته. فاش كنبغي ندير شي حاجه في الدار كنلقى راسي محاصره من جميع الجوانب. تخيلوا معايا الحلوه كتخبيها امو، كتخبي تسيد الحوايج حيت هي واحد السيده اللي كابره في الجوع وتمارا مربيه فيهم يعني مربي فيهم داك الشيء وعاقل على داك الشيء مزيان. اي حاجه كتخبيها حتى الحلوه ديال العيد جابها راجلي خباتها. منين كنشري شي معينات الكوزينه كنجي كنلقاها رماتهم، يعني ولات كدير معايا الضد باش نخوي باي طريقه ونمشي بحالي. وانا الصراحه ما بقيتش عارفه شنو غادي ندير. داكشي علاش التجأت ليكم، بغيت منك اختي امينه تعطيني الراي ديالك، وكذلك كنطلب من كاع المتابعين يشاركوني الاراء ديالهم ويقولوا لي شنو ندير، واش نصبر حتى يفرجها الله، واخا ما قداش نصبر حيت كنحس براسي الا زدت غير شهر واحد في هذه الحاله غادي نمرض الله يستر ولا توقع فيا شي حاجه، وانا عاد باقا صغيره حتى في شكلي باقا صغيره. لا شتوني ما تعرفونيش كاع ما مزوجاش، واش نطلق ونمشي بحالي ونعاود نبدا حياتي من جديد؟ ولكن خايفه من الهضره ديال الناس والهضره ديال العائله، خايفه من خويا اللي كان كيقول لي مازال غادي توقفي على هضرتي. فعلا وقفت على هضرته وما بغيتهمش يتشفاو فيا، ولكن صافي حياتي وصلت لواحد النقطه سوداء، وليت عايشه محبوسه في البيت ما كنجلسش معاهم حيت انا ما كنعرفش النفاق. هما كيضلوا النهار كامل هما كيديروا معايا الفعايل وكيهضروا فيا ما كيخليهم ما كيديروا ليا. ملي كيشوفوا راجلي جا كيوليو بحال الملائكه، كيبداو يهضروا معايا بحال ما وقع حتى شي حاجه. منين شافوه واخا كيوقعوا المشاكل ما كيهضروش، ولاو كيتمادى علي كيتمادوا عليا بزاف. درجت واحد المره كنت غادي نطيب، قالت لي امو ما تطيبيش، قلت لها لا غادي نطيب ولا ما عجبكش الحال ما تاكليش. زاد داكشي خطاتو عليا، انا شفت مره كبيره ما عندي ما ندير ليها، اما كون كانت مره قدي غادي نضربها ونفوت فيها شي ضربه. منين هضرت مع راجلي قلت ليه دير ليا شي حل وكذا، قال لي صافي قطعي انا غادي نهضر مع امو. منين نهضر معها قالت لي ها ولدي قالها دفعتني، هو تيقة قسما بالله خوتي لا تيقة، هو ما حاضرش وقال لي انت اللي كديري المشاكل وانت اللي كديري الصداع، يعني كيحاول يلصق ليا كل شيء وما كيحاولش يدير حتى شي حل لحياته. دابا انا ما بقيتش عارفه شنو غادي ندير. والله يرحم ليكم الوالدين اختي امينه، ديريني بحال اختكم صحيني، وحتى نتوما المستمعين نصحوني نصحوني، ممكن تكونوا فايتين بنفس التجربه ديالي، عطوني شي نصيحه لوجه الله. عارفه بلي كاينين منكم اللي مدوزين شحال في الزواج. شكرا لك بزاف اختي امينه، الله يسهل عليك والله يفرحك وبالسلامه عليك. وكيف ما سمعنا كاملين حليمه يا حليمه كيقول لك واحد المثل، اتقي شر الحليم اذا غضب. انت فعلا انسانه يعني كما كنقولوا لينه البيبه، ولكن ماشي هذا الشيء ما تتعامليش به مع الناس كاملين، لان كاين واحد النوع ديال الناس خصك تكوني قاصحه خصك تخرجي عينيك. المهم غادي نحاول اننا نيفيتيو من القصه ديال كلمه ديال الناس. واياك تجني على راسك. شوفي سمعي نقول لك مزيان الناس، هادشي على التجربه. شتي ملي كدوزي واحد الوقت طويل في واحد العلاقه فاشله، شوفي انا نهضر وانت تخيلي، غمضي عينيك وتخيلي معايا انت غادي في واحد الطريق، داك الطريق مهجور ما فيه لا شجر لا خضوره لا حتى شي حاجه. داك الطريق مهجور فيه الخوف، الخطر ديالك كيشمئز من هذاك الطريق، وغادي وانت قد ما انت غاديه والظلمه يعني ماشيه في الظلام، وكدوزي واحد المده طويله وانت غاديه وانت عارفه انت عارفه ان داك الطريق ما عندوش مخرج وما غاديش تشوفي الضو، وكتبقاي غاديه وانت مامله انك شي نهار غادي تشوفي الضو، وانت اصلا متاكده ما داك الطريق ما عمره يكون فيه الضو. ورغم ذلك كتكذبي على راسك. اكثر حاجه كتمرضنا حنا العيالات وكتسبب لينا بالامراض وتكيس المبايض والامراض المزمنه هو الكذوب. كنكذبوا على راسنا، كنقولوا غدا غادي يكون اجمل، غدا سوف يكون احلى، ولكن ماشي مع داك الناس اللي راكي عايشه معاهم. فانتي راكي غاديه في داك الطريق وانتي عارفه من ظلامه وما عندهاش مخرج، فكتوصلي لواحد يعني كتفوتي واحد 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 مده طويله وانتي غاديه في ديك الطريق. فاش كتوقفي وكتبغي ترجعي بحالك تلقاي راسك ما قديتيش، عييتي بزاف ديال العراقيل غتلقيهم في حياتك، لا انت قادره تكملي ولا انت قادره ترجعي، وكتبقاي في الوسط
صافي كتعيشي حياه صافي مريضه، كتبقي في ديك النقطه اللي راكي عايشه فيها. ولكن هنا الا بقينا كنقولوا لا احنا وصلنا للنص ديال الطريق، غادي يشوفونا الناس اللي شافونا غادي مع الطريق ويتشفوا فينا الا رجعنا، الله نكملوا فيها واخا ما نخرجناش. علاش اختي؟ خليهم يهضروا. شوفي ارضاء الناس غايه لا تدرك. الناس كيهضروا في كل شيء، الناس كتهضر في الناس، والله سبحانه وتعالى هضروا فيه، الله سبحانه وتعالى هضروا فيه. وقالوا له عندك ولد، الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عليه ساحر ومجنون. هضروا في النساء ديال الرسول، قالوا في عائشة رضي الله عنها أنها زانية. هضروا، الناس كتهضر. دابا خوك واختك وامك وباك كلشي يهضروا فيك، كلشي الناس كتهضر، حيت هذاك فمهم ما كي يعني ما كيتحاسبوش عليه في الدنيا. كان بنادم كيهضر كينمم وكيهضر في اعراض الناس وكيتشفى في الناس، غير اللي يهضر تجي شي ضربه لذاك الكماره ما يهضرش بنادم، ولكن الهضره هو كيهضر ولكن الملائكه راهم كيسجلوا، فهمتي؟ الملائكه كيسجلوا. فانتي مالك اختي؟ غير انا غادي انا نعطيك واحد جوج ديال الحلول، لا ثالثه لهم، جوج عندك جوج، كانوا عندك ثلاثه نقول لك عندك ثلاثه، عندك جوج الحلول لا ثالثه لهم. اول حاجه غادي تشدي راجلك. شوفي غادي نعتبروها اخر فرصه، يعني انت هنا فاش غتهضري معاه غادي تهضري معاه وحسبيها وقوليها له، هذه اخر فرصه كتعطالك مادام هو شاف فيك نقطه الضعف ديال انك ما بغيتيش ترجعي عند والديك، حيت انت خايفه من الهضره، خايفه من خوك. خوك عنده مرتو، خوك اصلا كو كان يعني جابتو النفس عليك في الاول يدير مع مرتو شي حل يدافع عليك، مي خوك تعادى معاك على قبل مرتو، حيت هادي فضل مرتو عليك بطبيعه الحال، حيت هي اللي كتنعس معاها في الليل ماشي انت، هي حيت الرجال كلا ماشي كاملين، اكسيوز مي الرجال، ما كنهضرش على الرجال، حيت واحد السيد واحد النهار قال لي علاش كتعاري في الرجال، كنعايرش الرجال. حنا كنقول واحد الحقيقه اللي الا كانت فيك داك النوطه راه ما غاديش يعجبك الحال، حيت انت فيك داك الشيء هذاك، لان هادشي اللي كنقولوا حنا على الرجال ما محسوبينش الرجال، هذوك ذكور، كاين اخويا الذكور، ذكور الرجال ماشي كلشي قوامي، واسمح لي بالزربه، خصكم تعرفوا المعنى ديال القوامه شنو هي. القوامه من بين المفاهيم ديال القوامه راه هي الاحترام ديال المراه، كيف ما كانت مرتك اختك هذه واحده من القوامه، ما فيكش انت ماشي راجل، اسمح لي بالزربه، تحترم المراه بطبيعه الحال، المراه اللي عاوتاني فيها الصفات ديال المراه الصالحه او الزوج الصالح، الزوجه الصالحه او الاخت الصالحه على اي حال. ف انت اول حاجه غادي ديريها كيف ما قلت لك، غادي تعطيه اخر فرصه، حاولي انك تخرجي انت وياه لشي بلاصه، حاولي تدرجيه تخرجي من الدار بعيده، سيري دير شي بلاصه هضري معاه، هضري معاه بينك وبينه، هذا الحل الاول، بينك وبينه قولي شوف اكرر واحد جوج ثلاثه، غير تشوف لي الحل اليوم ما نصبرش عليك غدا، اليوم تشوف لي حل تخرجني من هادشي اللي انا فيك فيه، مرحبا واهلا وسهلا، ما تخرجنيش في هادشي اللي انا فيه، الله يعاوننا الله يعاونك. واحد المشيش، اسمحوا لي واحد المشيش جا كيطلع ليا من السرجم كي على اي حال، قولو دابا بغيت الحل، دابا بغيتو، انا نصبرش عليك حتى الغدا، دابا تخرج شكري ليا انا تابعك، يعني انا معاك وراني مازال معاك، ما تشوفليش ولد الناس الحل، كيما جبتيني من دار والديا ردني من دار والديا. شوفي ما يعطيكش الوعود، لا قالك حتى الغدا قولو اليوم، قالك حتى الغدا المهم يصبري عليا غير الغدا، غير غدا في الصباح نمشي قولو ماشي مشكل، صبري ديك الليله ماشي مشكل. قالك بنت الناس انا ما عندي ما ندير لك، وهذوك خواتاتي ودابا يمشيو بحالهم، قولو لا سمح لي يمشي وما يمشيوش، انا ما بقيتش باغا نعيش مع امك اصلا، ما كتفهموش انا وياها، امك عندها خواتاتها بناتها عفوا، علاش نجلس معاها؟ امك عندها خواتات يا هما يقابلوهم، انا ما نجلسش معاها ما نحقيش، هذيك امك انت ماشي امي انا، مواجبه عليك انت، هذيك امك محسوبه عليك انت، ديني انا فرق لي خويا، عزل لي داري بوحدي، امك جي صرف عليها خدم لها الشغل، دبر محايلك مع امك، هذيك امك ما غاديش نقدر نقول لك شي حاجه،
ولكن انا راني مرتك، هذيك امك انا مرتك، دير لي ضريب بوحدي، بغى ما بغاش صافي. سيري بحالك اختي، سيري لداركم، باقا صغيره وراكي قلتيها زوينه، عندك ديبلوم ديالك، عندك رخصه السياقه، هبطتي لواحد النيفو بزاف على النيفو اللي كنتي عايشه فيه. ما كنهضرش على النيفو من الناحيه الماديه، مي كاين حوايج اللي كنعيشوهم في حياتنا اليوميه كيتشافوا ما كيعجبوكش، من غير ان الماديات والماكله وداك الشيء الى اخره، ما كاينش التربيه، ما كاينش اخلاق، ما كاينش مبادئ، عايشه مع ناس اللي ما مربينش ما مخلقينش الى اخره. هذا الحل الاول. الحل الثاني، غادي تحاولي تقنعيه تمشيو لداركم، سير اختي حطيه قدام خوتك، قدام خواتاتك، قدام العائله ديالك اللي الوسط ديالك، يعني الام والاب والخوت وداك الشيء، اولا حتى لا ما بغيتيش تجبدي خوتك قدام الوالديك، هما اهم، ما كيهمونيش خوتك انا، ما كيهمونيش خواتاتك، كيهمني باك وماك. قول لهم شوفوا هاد الراجل عافاش معيشني هاد القصه، صيفطيها لبابا كيسمعها، الا ديتي ريه صيفطيها لباك والماك يسمعوا هاد القصه هادي اللي عاودتي لي باش يعرفوا كنتي فاش عايشه، ولا عاودتي ليهم لي ديتاي غادي يكون حسن. قول له دابا شوف راك قدام الوالد، قول له الوالد انا دابا حطيت لكم كلشي فوق الطبله، يدير لي هاد السيد الحل نمشي معاه، ما يديرليش الحل انا صافي، حاولي ترجعي تعيشي في المدينه اللي عايشين فيها والديك، إيه انت فرضي عليه يجي يعيش معاك، حتى لا ما بغاش وبغى يفرق لك مثلا، بغى يدير لك شي حل، قال لك لا لا انت جالسه عند والديك تندير الحل، قول له سير بحالك تدير لي الحل، بغى يدير لك الحل ما بغاش سير اختي خلعيه، شتي ما تخليش يطلقك وما تجاريش معاه في المحاكم، سيري انت ديري الخلع وتطلقي، ما عندك لا متابع لا متبوع، حمد الله وشكريه. شتي سجدي لله سجدة ديال الحمد والشكر على انك ما تورطتيش معاه في الاولاد، لان هذا الراجل باختصار هو ولد مو خواتاتو، سالينا الهضره، يعني باش تبدلي راه مستحيل، انا كنقول تعطيه فرصه، يعني باش ما نظلموش هو اعطيه فرصه، قول له ولد الناس انا راني عاطيك فرصه، يلا صبر هذه الفرصه الاخيره. سين اختي هذا ما ترجعيلوش، سير اختي قلتي في داركم اللي خلقك راه ما غاديش يفرط فيك بطبيعه الحال، وتلاق ربي سبحانه وتعالى حلوا لهاد الامور بحال هادو، راه الزواج وحلال والطلاق وحلال، وحطيني من الهضره ديال الناس، خليهم يتشفاو، خليهم يهضروا، خليهم يقولوا القادم اجمل، سالينا الهضره. واش تتبقاي انت تمرضي تمرضي، دابا كتقولي راني فيا تكيس الاما بيضاء، عرفتي تكيس الما بيضاء، انا فيا تكيس كلشي من الفقايس، كلشي من المشاكل، كلشي من الويل لك حل، انا هادشي اللي كنهضر معاك انا دابا راه تجربتي، تجربتي حبيبتي 20 سنه ديال الزواج، ماشي نجي نقول لك انا تزوجت، ولا شتيني تحلفي عليا ما مزوجاش، الحمد لله القلب الكبير، لا ازكي نفسي فالحمد لله، والله شفتيني تقولي هادي ما مزوجاش، ما عنديش ولدي تبارك الله راجل، 20 عام ديال الزواج، ملي كنت مازال ما كنعرفش حتى فين نجلس، كنهضر لك على تجربتي انا شخصيتي، ولكن انا ما تصرفتش بحالك حيت انا ما كنتش في العقل، دابا تربيت، دابا انايا بزاف ديال البنات كيقول لك اختي امينه واش انت اش من نيفو واصله فيه، واش انت قاريه على شي حاجه بحال هكا ديال هادشي ديال الطب النفسي وداكشي، ما قاريه اختكم لا طب نفسي ولا هم يحزنون، قررتنا الحياه كفيله باش تقريك الويل لك حل. على اي حال نبقاو في الموضوع ديالك، طولت عليك، ولكن بزاف الاخوات غادي ننصحهم من هذا المنبر، ديروا قيمه لراسكم، راه والله العلي العظيم، والله الانسان الا لقى كيفاش يركب عليك ويقول لك الرايه ما يتردد، اقرب المقربين ليك الا لقاو كيفاش يديروا يركبوا عليك يسرجوك ويقول لك الرق يديروها، حيت انت ما كتعطيش القيمه لراسك، ما كتعطيش القيمه لراسك، واش تبقاي عايشه هاد الدل كامل على قبل اش، ما عندك ولد بقى فيك تيتميه، ما عندك بنت بقات فيك تيتميها، ما عندك واحد الراجل اللي كيبغيك كيحماق عليك وكيقول لك صبري معايا ومسكين ما عندوش، ونقولوا مسكين ونصبر معاه، واش السيد ما مسوقش كاع نهائيا، هو مجوج بخواتاتو، والراجل اللي طيبي له ما ياكلش من يدك، اشنو بغيتي عاد منه؟ كيفاش بغيتي تعيشي مع هذا الراجل اللي كينخلك بالشر ما كينعش معاك؟ ويلي ما تقولي ليش من ربي ولا من العبد، كلشي من عند ربي، ربي سبحانه وتعالى ما كيعطيناش شي حاجه قبيحه، ولكن كيصرف فينا شي 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 شي, شي, شي مكابد، شي حشرات ما كيخافوش الله، وكان كيختبر الصبر ديالنا، ولكن الله سبحانه وتعالى راه خصك تعرفي كيفاش تصرفي مع داك الشيء اللي عطاه لك، ماشي نبقى انا عايشه ودابا غدا يكون اجمل، غدا الحياه ليست بالثمن، ما تمنايش سي اختي، حطي النقط على الحروف،
بالمسطره والقلم، اجل انا قريت حقوقي وواجباتي عليك. تمشي معايا في الخطه ولد الناس؟ مرحبا واهلا وسهلا، انا مرتك وانت راجلي، ما تمشيش معايا ولد الناس في الخط. واعطيني اخويا دراتي وخليني نمشي اخويا ندير مستقبلي، تبقى صغيره زعما، واخا تشرفيكا واخا تشرفيكا نكونو نقولو شارفه كبيره في العمر، زعما غادي بلا راجل صافي غادي يقلع لك البزوله، غادي يفطمك، راه لا تلا فطمك وقلع لك البزوله راه كتولد فيه. واش فهمتي دابا اختي؟ هادشي اللي نقدر نقول لك، عيدي النظر في الحياه ديالك، انا ثم انا ثم انا ثم انا ثم نفسي ثم حتى شي واحد من مورايا، حتى واحد ما يجي وراك، نتي ثم نتي ثم نتي ثم نتي، ما تديها في خوك عايش مع مرتو مرتو لالاتي ومولاتي. اول حاجه بعدا راه خارق لها، قدرت تسيطر عليه، انت ما قدرتيش حيت انت تربيتي في واحد البيئه ما كتعرفش لذاك الشيء، ما فيهمش الخبث، وما عمرك تقدري تكوني خبيثه، واخا تبغي تكوني خبيثه راه والله ما تقدري، وما غاديش ولا بقيتي عايشه معاه ما غادي تمرضي، وغادي تلقاي راسك مريضه بواحد المرض مزمن اللي مريضه به انايا دابا، وما لقيلوش العلاج، وانت باقه في العمر. انا مرت على 26 سنه نسيت المرض، تلقاي راسك مريضه وانت مريضه اصلا، هذاك الشيء داك 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 التكيس المبيض هو اللي راه فيا اصلا، واحد من النوعيه اللي مزمنه، كيولد 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 بالفقايس. الطبيب قال لي نفس العلاج ديالك هو عدم التعصب، كتجيو كتعصبوني. انا تهنيت ما بقيتش كنتعصب بزاف كما شحال هادي، ولا كنتعصب فاش كنسمع لهذا الشيء هذا، ولكن ماشي مشكل، انا نقريك ونادبك ونقول لك اشنو خصك ديري، راجلك صبري معاه الا كان ولد الناس، سينو سير اختي لقاي الحل لراسك حد ما فات الفوت، واحد قبل ما تدوزي 20 عام. شكرا لكم، شكرا للاستماع ديالكم. القناه تسمع حكايتي، الرقم موجود على الشاشه، تواصلوا معايا 07 04 البنات حيت الرقم الاخر مشان هذا جديد ما كيتلف ليا، 04 07 43 41 41. الى ان القاكم دمتم في امان الله وحده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.